بما ان احنا بنتكلم عن الاستثمار واهم الخطوات الاقتصاديه اللي اتخذتها مصر خلال السنين اللي فاتت، كمان من اهم المشروعات اللي بتعتبر يعني واحد من شرايين التنميه في مصر هي مشروعات الطرق والكباري، واللي بتساعد في تسهيل حركه النقل وايضا خفض معدلات الحوادث وتشجيع حركه الاستثمار. مشروعات الطرق هي إحدى العلامات البارزة ضمن خطة المشروعات القومية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة لما تمثله من شرايين للتنمية، ولذلك تعمل الدولة على إحداث نقلة نوعية في مجال إنشاء وتطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية للوصول بمستوى جودة الطرق إلى المقاييس العالمية. هذا بالإضافة إلى إنشاء الكباري والأنفاق المختلفة داخل وخارج المحافظات، مما يؤثر إيجابياً على النمو الاقتصادي. بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن حجم التطور الذي شهدته شبكة الطرق والكباري والأنفاق التي تعتبر مرفقاً هاماً من مرافق البنية الأساسية للدولة. وحيث بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية 101.5 ألف كيلومتر عام 2020، كما بلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 39,619 كوبري، بينهم 3,935 كوبري للمشاة بنسبة 9.9%. وتعمل مشروعات الطرق على تسيير حركة النقل وخفض معدلات الحوادث وسيولة المرور وتشجيع حركة الاستثمار في مجالات الأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية.